انت عارفه ايه اللي خلاني اعجب بيكي؟ ايه؟ انك البنت الوحيده اللي في الفرح ما قامتش ترقص. هوريك حركه من بحيره البجع. حلوه الشقلبه دي. وانا في طريقي داخله القاعه رايحه الفرح شفت سادي قاعد مع واحده لوحده وكان باين عليه انه مبسوط قوي. ما هو بيحبك وانت بتحبيه، ما ترتبطوا وتخلصونا بقى. طب وانت هتقعدي في المسابقه دي قد ايه؟ 6 شهور، ولو نجحت هشتغل هناك. اجي معاك الديسكو؟ انا اصلا بموت في الديسكو. شادي ينفع تعدي عليا دلوقتي وننزل نخرج شويه؟ يا اولاد، مامتي اللي هي جدتكم يعني كانت دايما تقولي ما تخرجش من البيت بعد الساعه 12 بالليل، لان مفيش حاجه كويسه بتحصل بعد الساعه 12، واي حاجه بتعملوها بعد الساعه 12 هتكون غلط. وكانت عندها حق. لما الساعه تبقى 12 بالليل روحوا البيت وخشوا ناموا. بس هو في حاجه يعني معينه؟ بص، هو انا رجعت من الشغل على البيت وكان نفسي قوي اشرب نسكافيه، فدورت في البيت ما لقيتش خالص، فعملت لنفسي كوبايه فطلعت تقرف بقى مش قادره اقول لك، فقلت اكلمك تعدي عليا وننزل نشرب مع بعض في الكافيه، ايه رايك؟ بس ما فيش مشكله، وماله؟ انا كمان حصل لي كده برضو. شربته فما عجبنيش فوقع مني فاضطريت اشربه تاني فطلع وحش يعني، فماشي ما فيش مشكله، ممكن ننزل ونشربه مع بعض في الكافيه. هي الساعه كام دلوقتي يا بسمه؟ 12. لما تكون الساعه 12 بالليل ما تخرجش وروح البيت ونام، لان مفيش حاجه كويسه بتحصل بعد الساعه 12، واي حاجه هتعملها بعد 12 بالليل هتبقى غلط. بسمه، انا بسمه هجيلك دلوقتي حالا. باي. مساء الخير. مساء الخير. بقول لك ايه يا استاذ، انا كنت عايز اسال على حاجه. ازيك يا استاذ شادي؟ الحمد لله. معاك حاجه؟ طبعا معايا جواب. الحمد لله لحقتني قبل ما اخون ساره. صاحبتك بتاعت المانيا؟ اصل بسمه اتصلت بيا كانت عايزانا ننزل نشرب نسكافيه. بسمه مين؟ دي صديقه مش اكتر. انا كنت فاكر حاجه تانيه يا شادي. بس انت ما قلتليش هي اتصلت بيك انت؟ دلوقتي. دلوقتي وانت مالك انت يا رخم يا حشري؟ وايه بتزغزعني وتخنق؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ الله، هات الجواب اللي معاك. بقى اصلي الجواب ده حضرتك انا عايز اقول معاليك يعني مش ساره هي اللي بعتاه. امال مين اللي بعته؟ الجامعه الاستاذ كريم صاحبك. الجامعه عايزه ايه من كريم؟ بيبلغوه فيه انه لازم يعمل اوراق اعاده قيد تاني، يعني اصله يعني باين عليه بيصعد كتير 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 يعني بصراحه. وانت عرفت منين؟ اصل فتحته. واصل يعني بصراحه الفضول كان هيموتني واعرف فيه ايه. وتفتحوا ليه يا غلس يا حشر يا رخم انت؟ معلش بقى يا استاذ، بقى احنا خلاص بقى، احنا مش بقينا اصحاب بقى ولا ايه؟ بس يا راجل بس يا شاي انت هتصعدني انت؟ بقينا اصحاب عشان خاطر قابلتني مره واحده؟ ثم في حد يجيب جوابات بعد الساعه 12 بالليل؟ ما انا هقول لحضرتك، اصل انا خدت الجواب ورحت اتغديت ونمت شويه وقلت بقى لما ابقى اصحاب اجي لكم بقى. ما احنا بقى اصحاب بقى. ايوه بالظبط يا استاذ، بالظبط والله. امشي اطلع بره. طب انا عايز اعرف. اعرف انا بسمه دي تطلع مين؟ انا هقول لك تطلع مين بسمه. تطلع مين بسمه؟ انا عايز اعرف بسمه. أيوة. تطلع مين؟ تطلع مين؟ تطلع مين بسمه حضرتك؟ تطلع بره. انا هقول لحضرتك. طب انا هقول لك هي بسمه دي تطلع مين؟ طب ماشي يا استاذ شادي، ماشي، انا بعدي عليك بعدين وابقى اعرف بقى موضوع بسمه والبنات. يا بتاع البنات. بتاع البنات؟ الله يخرب بيتك، فضحتنا في العمار. رشا، هو انت قلتي لباباكي انك رايحه فين؟ قلت له انا رايحه فرح واحده صاحبتي. يلا يا كدابه. هو كمان على فكره بيكتب كتير قوي على ماما، وساعات كتير بيقول ان هو معهوش فلوس وبيبقى معاه فلوس قد كده. ايه ده؟ هي دي خطيبتك اللي بتعمل لك السندوتشات صح؟ جبنا بالقوطه صح؟ مين دول؟ ده بهاء وده علاء. عرفوا موضوع السندوتشات منين؟
بقولك ايه؟ تيجي تاكل معانا؟ لا شكرا، معايا اكل. السندوتشات دي ماما عاملها لك قبل ما تنزل. حلوه بيهم. ماما يحترم نفسك، دي خطيبتي. ما تفتحش كيس يا بهاء. ده بهاء وده علاء. يا نهارك ابيض، جبنا بالقوطه يا مفتري. شو مزاجي ده غصب عني. هات الكيس يا بهاء. ده بهاء وده علاء. وانا كريم. ممكن سندوتشاتي؟ هما دول بقى صحابك الرخمين اللي بيسخفوا عليكي كيكو يا حبيبي؟ انا هتصرف معاهم. وتقولي اسمكوا ايه بقى يا حبايبي يا حلوين؟ ده بهاء وده علاء. الله، يبقى علاء عندنا بالاحمر وعندنا بهاء بالاصفر. يا بنت المبقعه. حلوه قوي اللي انت عملتيه ده يا حبيبتي. بتعملي كده ليه؟ بعمل كده علشان افرق ما بينهم. ايه رايك؟ فيها بالكاتشب بالمستردة تجنني علاء. اشربي يا اختي. فايلك يا هيثم، فايلك يا رب تموت انت بسرعه. ايه المشكله؟ مفيش مشكله. مشكله ايه يا استاذ؟ مفيش يا اسطى، انا رايح دلوقتي اقابل واحده صاحبتي وهنشرب اتنين نسكافيه. نسكافيه؟ وماله؟ ما المشكله اللي انا مرتبط، والبنت اللي انا مرتبط بيها دي ما تعرفش ان انا رايح خارج مع صاحبتي دي هنشرب اتنين نسكافيه، وانا خايف كده اكون يعني بخونها. بس انا مش عارف هي ما كلمتنيش ليه. الله، انا اعرف منين؟ مسالها هي. معلش يا اسطى، انا اسف دخلتك في مشاكل. ولا يهمك. بقول لك ايه، ما تيجي انت وصاحبتك. انهي واحده فيهم؟ اللي انت راح تشرب معاها النسكافيه. هوديكم مكان تشربوا فيه حاجات احلى من النسكافيه. خد نفس. بعد اذنك يا اسطى انا هنزل هنا. ينفع اللي عملوه فيا اصحابك يا هيثم؟ ينفع كده؟ انت اللي هزرتي معاهم يا ستي. ايوه يا هيثم، بس انا بنت يعني ما يصحش ابدا. لا لا لا، ما هو علاء وبهاء ما بيفرقوش بين ولد وبنت خالص، هما بيدوا المرأة حقها زي الراجل بالظبط. ماشي يا كريم، انا بحوريك انا هعمل فيهم ايه اول ما يجوا دلوقتي. مين اللي بيجيب سيرتنا؟ ده كريم عمال يتكلم عليكم الصبح. يلا يا واطية، انا ما جبت سيرة حد. ولا يهمك. بقول لك ايه يا رشا، ما تيجي نرقص مع بعض؟ ايه رايحه فين؟ خدي هنا. ايه يا عم علاء ولا بقى انت ايه كنز قاعد قدامك؟ انت ايه اللي مزعلك قوي كده؟ دي خطيبتي على فكره. ايوه خطيبته. وعلى فكره احنا كنا هنرقص معاها ونجيبها لك على طول. ايه الموبايل انت خدها وترجعها لي على طول؟ انا ماشي يا هيثم. يا دوت بس اقعد، روح انت ارقص شويه انا تفوق. يلا حبيبي. هنسيبها عشان خاطرك بس يا هيثم. على فكره كنا هنرجعها لك، بس احنا بنهزر معاك. خطيبته. مفيش هزار في الموزس، مفيش هزار في خطيبتي. كريم انت بتغير عليا يا كريم. بغير ايه وقرف ايه؟ ده بس عشان منظري يعني في المجتمع. تفو عليك يا كريم، تفو عليك. بقى كده يا استاذ شادي، تركب تاكسي تاني من غير ما تقول لي. معلش اصل انا خرجت فجأة. وتخرج فجأة من غير ما تقول لي يا استاذ شادي. ايوه بقى يا سعيد، اقول لك ليه؟ هو انت مراتي؟ مش مسألة مراتي، وبعدين تشتكي ليه لسواق تاني غيري؟ انت عرفت منين؟ وعرفت منين؟ احنا كلنا في كار واحد وبنحكي لبعضينا على كل حاجة. طب ركز في السواقة. حاضر. سارة سارة، لو عرفت دلوقتي ان انا نازل قبل البسمة الساعة 12 بالليل ومن غير ما اقول لك، هتعملي فيا ايه؟ هطلع عينك. انت مين؟ انا ساره صاحبتك، نسيت لي ولا ايه؟ لا طبعا، بس يعني انا عايزك تهدي خالص كده. بس ما دي مجرد صديقه مش اكتر. عشان كده نازل لها الساعه 12 بالليل عشان تشرب معاها نسكافيه. انت عرفت منين؟ انت بتشغل سواق انت كمان ولا ايه؟ احنا عايزين نشرب نسكافيه في الكافيه عادي يعني. يعني انا لو كنت عملت كده ونزلت مع واحد صاحبي الساعه 12 بالليل كنت عملت معايا ايه؟ ده انا كنت اطلع عينك. شفت؟ طب اشمعنى انت بقى؟ لا يا ست هانم، انا راجل وانت ست، ثم انا بقالي 4 ساعات بكلمك وانت ما بترديش، ومستنيك تكلميني وما بتتكلميش ولا بتردي. ما بتردش ليه؟ ايه يا عم في ايه؟ مالك؟ لا مؤاخذه يا سعيد، افتكرتك ساره. بذمتك ده منظر ساره؟ عندك حق. ايوه يا كريم، معلش بس عايزك كده في مشكله. هي مش مشكله قوي بس مشكله. بص انا رايح اقابل بسمه دلوقتي ورايحين الكافيه عشان نشرب نسكافيه. يعني انت هتقابل بسمه الساعه 12 عشان تشرب معاها نسكافيه؟ ايوه، بس والله العظيم هنشرب نسكافيه في الكافيه بس. طب اقفل اقفل، اكلمك تاني. رشا رشا، فاكر السر اللي انت حكيته لي عن بسمه وقلت لي ما اقولوش لحد؟ ايوه. ان بسمه بتحب شادي. عرفت منين؟ هي قالت لي وقالت لي برضه ان سره ما تقولش لحد. الكلبه، انا اللي كنت فاكراها صاحبتي. على كده انا الوحيد اللي ما اعرفش. لا يا حبيبي، هي قالت لي عشان انا صاحب اكتر منك. طب ما انا صاحب شادي اكتر منك. لا انا صاحب شادي اكتر منك. لا لا لا، بص ما تشتركش في الحاجات دي، انا اقرب واحد لشادي. ما تتكلم. الكلام ده شطان ودخل يا جماعه. ادفع عليك يا شطان.
ابوس ايدك ردي ردي بقى يا ساره. تاخد كيكه؟ اه طبعا. الله حلوه جدا. انت ما بترديش ليه؟ بص بقى، انا ممكن اكون مع واحد صاحبي وممكن اكون صديقه وفيه واكلمك في اي وقت. وانا بقى عليا اخمن يا ساره. انا بحبك جدا وما اقدرش اخونك. انا بحبك قوي 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 جدا. ايه يا عم، ايه يا عم، ما تيجي تقعد على حجري يا عم شاد احسن. سعيد لا مؤاخذه تاني. لا مؤاخذه ايه بس، ده انت كنت هتبصني من بقي. معلش يا سعيد، افتكرتك ساره وكانت بتوكلني كيك. ايه دي يا عم؟ دي سجاره انا اديتها لك واول ما ركبت العربيه قمت قاطمها وعجبك طعمها قوي. يا بس انا ما بشربش سجاير. ايه يا كريم؟ لا 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 شادي، انت لازم تروح. ليه شادي؟ افتكر معايا كده، مامتك كانت دايما تقول لك تعمل ايه لما الساعه تيجي 12. مش فاكر. لما الساعه تيجي 12 يا ابني روح البيت استغطى ونام. بس انا رايح اقابل بسمه وهشرب معاها نسكافيه في الكافيه. مش هنعمل حاجه اكتر من كده والله. كداب، انت بتحب بسمه وكده تبقى بتخون ساره. لا انا وبسمه اصدقاء وساره عارفه كده. ايوه يا شادي، بص بقى، بسمه بتحبك قوي 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 وهي قايله لي بنفسها، وقالت لي كمان ان ده سر وما ينفعش اقوله لحد خالص، عشان كده انا قلته لك. ايه؟ ايوه بسمه بتحبك جدا وانت كمان بتحبها يا شادي، بس انت دلوقتي مصاحب واحده وما ينفعش تخرج مع بسمه بعد الساعه 12 بالليل، عشان كده تبقى بتخون ساره يا شادي. روح البيت. بسمة بتحبني؟ ايوه بسمة بتحبك جدا جدا جدا، بس انت برضو لازم تروح البيت. بسمة بتحبني انا؟ بتحبني انا؟ يا عم انا حفظتها بتحبك يا عم. يا سعيد ما تيجي تتكلم مكان احسن. الله. اه طب انا اسف لا مؤاخذة. حاضر يا رشا، هروح البيت. باي. ماشي. الحمد لله هيروح. هو انت ازاي تقولي له موضوع زي ده؟ مش المفروض سر؟ يا عم السر ايه؟ ده مصر كلها عرفت ان اسمة ما بتحبش عيلة. على فكرة بقى يا جماعة، انا قعدت اقول له كده عشان ما يروحش. لا بس هو كده هيروح. لا 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 مش هيروح يا عم. بقول لك هيروح يا عم. انا عارف شادي مش هيروح. بقول لك هيروح. لا مات الكلام بقى، هو الشيطان لسه ما روحش. وطبعا بعد اللي قالته رشا اكيد كنت لازم اروح اقابل بسمه، وما نفذتش كلام ماما اني ما اخرجش بعد الساعه 12 بالليل من البيت. انت برضو داخل تقابلها يا شادي؟ بعد اذنك يا ساره، وسعي من طريقي. انا اصلا مش واقفه في طريقك. ما انت لو كنت رديتي على تليفوني او حتى كلمتيني ما كنتش جيت اصلا هنا. انما انت يا هانم. انت بتكلم مين؟ انا بكلم حد. انت شايفاني بكلم حد؟ ايه ده، ايه الورد ده، حلو قوي. انت جايبه لمين يا شادي؟ جايبه لسعيد. جايبه ليك. وايه المناسبه؟ من غير مناسبه يعني، وانا لازم اجيب مناسبه عشان خاطر اجيب لك ورد. يلا يا عم عبد الحليم حافظ. حاضر، اتفضلي اتفضلي. لا بعد اذنك، معلش ثانيه. ها يا جماعه تشربوا ايه؟ نسكافيه. يا صلاه النبي، عملتوها ازاي دي؟ تشربوا ايه؟ نسكافيه. شربوا ايه؟ نسكافيه. شربوا ايه؟ ده انتوا البرشام مضيعكم. خلص. هو ايه اللي خلص؟ البرشام؟ لا النسكافيه. نعم؟ يعني ايه خلص؟ مفيش نسكافيه؟ نعم؟ ده احنا نقوم نمشي. ايوه احنا اصلا جايين هنا مخصوص بس عشان نشرب نسكافيه. يعني انتوا جايين الكافيه بعد الساعه 12 بالليل وعاملين بروفات عشان تقولوا نسكافيه مع بعض عشان تزاولوني؟ ايوه مع بعض. حاضر. ماله ده مجنون؟ متضحكوا نسكافيه. مش فاهمه خالص. شادي قول لي، عملت ايه النهارده مع ساره؟ كلمتك؟ احنا سيبنا بعض. ايه بجد؟ كلمتني الصبح وقررنا ان احنا هنسيب بعض فسيبنا بعض. ليه يا شادي؟ ليه كده؟ حرام عليك بجد، دي ساره دي بنت تجنن، دي جميله جدا. انا زعلانه. وانت لما بتزعلي بتضحكي؟ بضحك ايه؟ انا بضحك؟ اه انا كده بضحك؟ اه والله. لا لا يا شادي ما بضحكش ولا حاجه. شادي اصلا انا يعني انا مذيعه انت عارف، والضحكه دي كده جزء من شغلي. إيه انت عارف انا ساعات كتير قوي بطلع اقدم اخبار تغم وببقى بضحك برده. اه والله. ايه مش مصدقني؟ لا طب بص. 1500 ماتوا نتيجة بركان وزلزال. بركان وزلزال مع بعض؟ ايوه ايوه بتحصل كتير. وبتضحكي كمان؟ ما شاء الله انت ما عندكيش دم خالص. ايه يا سيدي ما انت بتضحك وانت كمان. لا ما انا عارف ان انا ما عنديش دم. تشربوا ايه؟ نسكافيه.
ليه يا ماما الساعه لسه ما جتش 2؟ ايوه عشان كده ده ماما وبابا هيكلموني دلوقتي. كريم يلا نروح. كريم امي كلموني. الو ايوه يا بابا. لا لا خالص ده الفرح لسه خلصان دلوقتي حالا، انا جاي في الطريق اهو. اوكي باي. واكيد طبعا ابو رشا اول ما تروح هيروقها، عشان كده ماما كانت بتقول لي لما الساعه تيجي 12 بالليل روح البيت ونام. مش انا جبت موبايل جديد؟ ايه ده وريني. ايه ده زي موبايلي بالظبط بالظبط. بص زي بالظبط. هو انهي واحد في موبايلي ده؟ طب ثانيه بس هرد واجي على طول. يا كريم. يا شادي انت فين؟ انا نسيت المفاتيح في البيت. انا مع بسمه في الكافيه. بسمه تاني؟ ايوه، وكدبت عليها وقلت لها ان انا وساره سيبنا بعض عشان خلاص هرتبط ببسمه دلوقتي. مش ممكن مش ممكن صديقي، انا كذاب؟ ده ايه القرف ده؟ ايه يا عم الجو القديم ده؟ ما خلاص بقى. هي ساره بنت كويسه بس دي بسمه، وانت عارف بسمه بالنسبه لي ايه. وبعدين انا خلاص قررت ان انا انهي علاقتي بساره وارتبط ببسمه. هتسيب ساره؟ ايه؟ هيسيب ساره؟ شادي انت فعلا هتسيب ساره؟ ايوه بكره اول ما تتصل. شادي حرام عليك، البنت انت لسه مرتبط بيها لغايه دلوقتي. اوكي شادي انا بحبك جدا انت وبسمه، بس انت لو ارتبطت ببسمه دلوقتي تبقى بتبني علاقتك بيها على غش وخداع. ايوه يا شادي طبعا. شادي ممكن دلوقتي حالا تروح تكلم ساره؟ ما بتردش. خلاص يا شادي روح. حاضر 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 هروح. باي. معلش يا بسمه يلا بينا نمشي، كريم نسي مفتاحه معايا. طب يلا. طب ونسكافيه؟ شادي انا اصلا ما بحبش النسكافيه. ولا انا بحب النسكافيه. انا بصراحه قلت كده بس عشان كنت عايزه اشوفك. وانا كمان كنت عايزه اشوفك شادي. انا بسمه. وانا كمان انا وارتبطت اخيرا ببسمه، وتقريبا كلام ماما هيطلع غلط. في ايه؟ رايح فين؟ الحمام. طب انا اللي بعمله ده صح ولا غلط؟ انا هكلمها دلوقتي ولا بص يا ساره احنا لازم نسيب بعض. على فكره كنت لسه هكلمك. كنت هتكلمني ليه؟ عشان اقول لك احنا لازم نسيب بعض. انت اساسا كنت المفروض تتصل بيا قبل ما تبدا علاقتك بيها. عندك حق، عشان كده هكلمك دلوقتي حالا. ايه ده؟ بس ده مش تليفونك. مش تليفوني ايه بس؟ برضه تليفونك مقفول يا ست هانم، يعني اعمل فيكي ايه؟ اعمل فيكي ايه؟ طب بصي لك يا ليه؟ اوكي خلاص ماشي هقول له. اوكي باي باي. سوري يا شادي افتكرت تليفوني فرديت. ده كان كريم؟ دي ساره صاحبتك بتقول لك ما كلمتكش النهارده عشان كانت مشغوله، شكلها كده اتضايقت لما عرفت ان انا وانت خارجين دلوقتي. خد كلمها اعتذر لها عشان هي بتغير عليك قوي. طب استني بس اوصلك. لا ميرسي انا عارفه طريقي. وده كان اسرع ارتباط في حياتي لمده 3 دقايق، وسبنا بعض بعدها واتصلت بسارة بعد كده ونهينا علاقتنا. شفتم؟ خسرت الاتنين، وده كان أغبى حاجة أنا عملتها. كرحت اتنين في يوم واحد ولحظة واحدة، وهما الاتنين بحبهم جدا. وما كانش في حاجة هتحصل لو كنت سمعت كلام ماما. عشان كده عايزكم تتعلموا درس مهم جدا من الموضوع ده. لما الساعة تيجي 12 بالليل روحوا البيت وناموا على طول، لأن مفيش حاجة كويسة بتحصل بعد الساعة 12 بالليل، وأي حاجة هتعملوها بعد 12 هتبقى غلط.